من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا العرس الديمقراطي، أعلن عن انطلاق أصغر المؤتمر، وأقدم لكم السيدة بين عطاء الله لتنشيط الجلسة الافتتاحية، فلتتفضل مشكورا. الحمد لله، اليوم مرحلة تاريخية فاصلة، مرحلة قطع إبستيمولوجيا مع ماضي بائس، ماضي اتسم بالعشوائية وقرارات ديكتاتورية، قرارات شوفينية، قرارات عشوائية، قرارات تم الإساءة فيها للمؤسسات، للأشخاص، للإعلام. اليوم يوم للمصالحة مع كل مكونات المجتمع المغربي، والسير قدما في إطار تطوير العمل الحزبي السياسي في المغرب وتشجيع الطاقات الشابة. اليوم مرت الأجواء في ظروف عادية الحمد لله، برغم بعض التوترات، برغم بعض، لكن هذه المسائل الديمقراطية عادية. حسم المؤتمر في 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 شخصية اللي غتقود السفينة ديال الحزب المغربي الحر، غتكون إن شاء الله غتقودها بحكمة وبتزكية من 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 الحركة التصحيحية للحزب المغربي الحر، التي ستبقى تراقب العمل السياسي داخل الحزب والتوجهات بنظام وانتظام وبحكمة وبالتدبر وليست بتهور. في غياب عمل تشاركي ومشاورات واستشارات للقيادات للمجلس التنفيذي والسياسي والمجلس الوطني، والخروج ببلاغات وتصريحات مسيئة للمؤسسات وللأشخاص وللإعلام، كان علينا أن نقوم بقطع مع كل هذه الترهات وهذه الخرافات، إضافة إلى أننا عشنا لمدة 18 سنة سنوات عجاف داخل الحزب المغربي الحر بدون إنتاجية، بدون مردودية، بدون نجاحات، فقط هناك فشل وراء فشل. لذلك قمنا بقطع مع هذه العلاقة والتطوير نحو المستقبل وفتح مجال جديد للتطوير في العمل السياسي والقطع مع كل ما كان يربطنا مع الماضي. اليوم الحزب المغربي الحر حزب جديد سينطلق بوجوه شابة ووجوه جديدة نحو أمل حقيقي يتماشى مع النظرة المولوية السامية لتطوير العطاء السياسي والدفع بالشباب لأخذ المراكز في الأحزاب المغربية.